إذاعة مرسال تستمعون الآن. هذه بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد ذكرها الحافظ ابن حجر من باب التمثيل، من باب التمثيل، وهناك أسانيد أخرى لم يذكرها ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر الذي قال فيه البخاري إنه أصح الأسانيد وتسمى بالسلسلة الذهبية. وكذلك يحيى بن معين كان يقول عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة: الذهب المشبك بالدر. عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن القاسم عن عائشة: الذهب المشبك بالدر. فسئل: هو أحب إليك أو الزهري عن عروة عن عائشة؟ قال: هو أحب إليك. يعني هذا الإسناد عبيد الله عن القاسم عن عائشة أحب إلى ابن معين من الزهري عن عروة عن عائشة، مع أن الزهري عن عروة عن عائشة أيضا نص بعض العلماء كالحاكم أنه من أصح الأسانيد، أنه من أصح الأسانيد. وصح الأسانيد كثيرة، وجمعها الحافظ العراقي عليه رحمة الله في كتابه تقريب الأسانيد، وشرحه في كتاب، وأكمله ابنه أو ولده في كتاب طرح التثريب في شرح تقريب الأسانيد، اعتنى فقط بما قيل فيه أصح الأسانيد. ذكر الأحاديث على الأبواب الفقهية، على الأبواب الفقهية فقط، لا يذكر في الباب إلا ما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، وبلغ بها 16 إسنادا. وزاد الحافظ ابن حجر عليه أسانيد ذكرها في النكت. ويحسن يعني بطالب الحديث وبطالب العلم أن يجمع كل ما قيل فيه من أصح الأسانيد ويحفظ هذه الأسانيد، لأن هذه تفيده عند الترجيح كما سيأتي ذكره.